صباح الخير من البلاد ومن قرية عبود تحديداً. من اسم هالقرية القديم مدينة الزهور بينطلق مهرجانها الأول لحتى ينعاد رونق الاسم للقرية اللي بدلل على تاريخها بين الكرة الفلسطينية وأهميتها. بعرض لكشافة نادي عبود اللي جاب طرقات القرية ليعلن عن بداية فعاليات مهرجان مدينة الزهور الأول. هالمهرجان اللي بيهدف بالدرجة الأولى لتسليط الضوء على تاريخ القرية وهو عبارة عن دعوة لزيارة عبود الواقع غرب مدينة رام الله ومحاصرة بالاستيطان. المهرجان بنسخة الأولى اتخذ من اسم قرية عبود القديم اسم إله وهو مدينة الزهور. مدينة الزهور هي اسم عبود القديم، فإحنا حبينا نحييه من أول جديد ونرجع هذا الاسم عشان تزهر عبود هي زهرة فلسطين الجميلة. الفكرة إنه إحنا هون حاولنا إنه نعمل إشي لعبود لأول مرة لأنه نجيب الناس لعبود ليزروها ليتعرفوا عليها، لأنه إحنا ريفنا كتير حلو وكتير بيستاهل. تاريخ عريق انكتب بقرية عبود، عدد كبير من المواقع التاريخية والدينية، وهي مثال جميل للتعايش الإسلامي المسيحي. عبود هذا الوطن المصغر، عبود هي بلد في عمق التاريخ، أثريات تحوى ثمن كنائس ودائر بها مجتمع مؤمن من مسلمين ومسيحيين، تحظى بإجماع وطني كامل على العيش المشترك بين أبنائها وكلهم أحباب. صراحة هذا المهرجان اللي قاموا فيه أبناء عبود، أولا لكي يعرفوا من هي عبود، ثانيا لنحث أبناء الوطن وأبناء الداخل المحتل أن يأتوا لزيارة عبود. مهرجان مدينة الزهور فرصة لأصحاب المشاريع الريادية والصغيرة في قرية عبود. عدد من المشاريع المختلفة عرضت منتجاتها في البازار، وكان فرصة للتعريف بهاي المشاريع وللتسويق بنفس الوقت. عندي هواية العمل أشكل صبار ورد. عندنا في البيت مشتل صغير منعتني فيه أنا وجوزي في البيت، وبشارك في عدة مهرجانات وبازارات بهذا الخصوص. يعني هي كهواية أولا، وثانيا كمردود مادي، يعني كتير كتير بشجع هيك أنا بازارات خصوصا في الكرة. هلا أنا بلشت بهذا المشروع لأنه الصراحة حسيت إنه الناس كتير بتحب هاي الأمور، بتحب الورد الصبار، بتحب الإشي الطبيعي. طبعا أنا حبيت أشارك بهذا المهرجان عشان أكبر اسمي، عشان أبيع قوير، أخلي الناس أكتر تعرفني وتتعرف علي. مهرجان مدينة الزهور كان ضمن مشروع تم العمل عليه لمدة 6 شهور بهدف حفظ تاريخ القرية، وتم خلاله توثيق التاريخ الشفوي لعبود من كبار السن في القرية. لمن البلاد ومن قرية عبود غرب مدينة رام الله، محمد حسين.